في بادئ الأمر أكيد طبعاً جميع الرواتب مال المتقاعدين ما لبى احتياجات المواطن كمتقاعد، ولا لبى خدمته اللي كانت يعني اللي يطلع تقاعد تقريباً 60 سنة، يعني أفنى شبابه لخدمة البلد وخدمة المواطنين. الرواتب التقاعدية رواتب جداً ضئيلة، أقل راتب يستحق يأخذوه هسه المتقاعدين 400,000، تحتسب حسب الخدمة مالته وحسب الشهادة. طبعاً أكيد الراتب غير موفي وغير مجزي حالياً لا للمواطن كمتقاعد ولا حالياً بالظرف اللي الحالي اللي موجود بالبلد. الظرف الاقتصادي ظرف عندنا جداً تعبان، مثل ما حضرتك قلتي ارتفاع الدولار، بالتالي ارتفاع الدولار تسبب مباشر على الشخص الفقير اللي راتبه قليل. احنا كل كعراقيين يعني جميع البضائع اللي نتبضعها كلها تقاس بالدولار، ليش؟ باعتبار كلها مستوردة. احنا كبلد حاليا غير منتج، احنا فقط بلد مستورد ومستهلك بنفس الوقت، فبالتالي اكيد يأثر على المواطن العراقي وعلى العائلة العراقية. طيب اليوم تقدر تقول لنا ايش قد العمر القانوني للشخص اللي يطلع تقاعد؟ العمر القانوني اللي يطلع اجباري بالنسبة للتقاعد 60 سنة. 60 سنة هذا اجباري يطلع كقانون. اما اكو بعض الحالات اللي يطلع بها الموظف الى التقاعد، او مثلا الموظف اللي يستشهد يحال على التقاعد وذوي هم اللي يستلمون الراتب التقاعدي مالته كحقوق. الموظف العاجز يطلع للتقاعد، والموظف المستشهد والمتوفي نفس الشيء. طيب هل يوم هناك اكو فرق بين الموظف المدني والموظف نقول العسكري من الناحيه العمر حتى يحال للتقاعد، اكو فرق بين الموظف المدني والعسكري؟ هل يوجد فرق بينهم؟ هو القانون هو 60 سنة كحد يعني أدنى، هذا بالنسبة للمتقاعد إذا كان عسكري أو مدني. لكن بالنسبة للعسكريين القانون رقم 3 لسنة 2010 جميع العسكريين في وزارة الدفاع من طالب في الكلية العسكرية على المراتب أو جندي إلى أعلى الرتبة جميعا يعتبرون عقود، فبالتالي 20 سنة ممكن أن يطلع للتقاعد اللي يؤدي خدمة 20 سنة. هو عسكري ممكن يطلع للتقاعد لكن بأمر الوزير، أو الوزير يحيلهم للتقاعد. هذا الفرق بين القانون المدني والعسكري. طيب شو وقت اليوم يقدر الموظف يطلب بطلب شخصي أنه يحال للتقاعد؟ اليوم شو وقت ممكن أنه يقول أنا أريد أتقاعد اليوم خلاص؟ شو وقت إذا عنده خدمة 25 سنة مجزية وكان عمره 50 سنة وأكثر من 50 سنة ممكن أن يقدم على التقاعد. نعم حتى اعتقد ال40 صح فعلا؟ لا مو هو صار تعديل بهاي القوانين. يعني نعم. يعني اكو تعديل صار قانون 2019، التعديل اللي صار شمل فقرتين بها، شمل اللي ما مستلمين مكافاه نهايه خدمه كانت 30 سابقا عفوا 30 سنه ويستلم مكافاه نهايه خدمه. شنو اللي صار؟ اللي صار التعديل 25 سنة يستلم مكافأة نهاية خدمة، لكن ما أجى بأجر بأثر رجعي، بحيث أكو عالم ظلمت يعني من أثر هذا القانون. والفقرة الثانية فيما يخص اللي أدى خدمة 15 سنة و50 سنة يطلع للتقاعد في حال إذا كان مستقيل أو في حال كان مطرود. هذه صارت التعديلات، لكن وين المشكلة؟ المشكلة لحد الآن هذه التعديل ما مشوا دارة التقاعد. يعني أكو بعض المحامين بالمحكمة الاتحادية قدموا شكوى وكسبوا الدعوة، لكن دارة التقاعد لحد الآن ما مشوا. يعني ظلوا لحد ما شخص عمره 50 سنة اللي يحيلوا التقاعد. يعني ماكو 45 وخدمة 20 مو 15.